يا الإسلام على خمس كن ركائز للإيمان، جاء بها طه المختار، جاءت نصا في القرآن. بني الإسلام على خمس كن ركائز للإيمان، جاء بها طه المختار، جاءت نصا في القرآن. أولها أن نشهد أن الله الخالق ليس سواه، ومحمد عبد ورسول قرآنه من عند الله. أولها أن نشهد أن الله الخالق ليس سواه، ومحمد عبد ورسول قرآنه من عند الله، قرآنه من عند الله. وإقامة خمس صلوات في اليوم صبحا ومساء، فجر ظهر عصر مغرب، وختامها يا صاحب عشاء. وإقامة خمس صلوات في اليوم صبحا ومساء، فجر ظهر عصر مغرب، وختامها يا صاحب عشاء، وختامها يا صاحب عشاء. وزكاة يدفعها القادر من أمواله للفقراء، يدفعها في العام مرة مالا أنعاما وغذاء. وزكاة يدفعها القادر من أمواله للفقراء، يدفعها في العام مرة مالا أنعاما وغذاء، مالا أنعاما وغذاء. صوموا رمضان من العام، شهر الطاعة شهر الرحمة، فيه أنزل خير كتاب، أنزل تشريعا للأمة. صوموا رمضان من العام، شهر الطاعة شهر الرحمة، فيه أنزل خير كتاب، أنزل تشريعا للأمة، أنزل تشريعا للأمة. والحج على القادر فرض، وبه تكتمل الأركان، فبه العبد يعود كأنه مولود وبلا عصيان. والحج على القادر فرض، وبه تكتمل الأركان، فبه العبد يعود كأنه مولود وبلا عصيان، مولود وبلا عصيان. بني الإسلام على خمس كن ركائز للإيمان، جاء بها طه المختار، جاءت نصا في القرآن. بني الإسلام على خمس كن ركائز.